أظهرت أحداث الردة معادن أصيلة في بنية قاعدة هذه الدولة، دولة الخلافة، وكشفت عن عناصر صلبة فلم يكونوا أفراداً متناثرين، ولكنهم كانوا يشكلون القاعدة الصلبة للمجتمع الإسلامي وللدولة الإسلامية، فلم تكن قاعدة رخوة أو هشة أو ساذجة، وإنما كانت قاعدة صلبة واعية تدرك حقيقة نفسها. أبطالها تخرجوا من مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد امتازت الخطط الحربية في مواجهة المرتدين بوجود العقل المدبر ذي الفطنة والذكاء والكياسة والفراسة، وهو الصديق رضي الله عنه. وقد ساعد أبو بكر على فهمه الواسع للتخطيط العسكري طول ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد تربى على تعاليمه وتوجيهاته صلى الله عليه وسلم، فقام بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام الخلافة خير قيام، فحمل البصيرة الواعية وزود الجيش بالنصائح الغالية وأرسل الإمدادات في أوقاتها تسعف المجاهدين تمدهم بالهمة والعزيمة. فبعد رد المرتدين عن اقتحام المدينة أراد أبو بكر أن يخرج لقتالهم بنفسه، ولم يكن كلام الصديق رضي الله عنه عن الخروج بنفسه لقتال المرتدين كلاما يردده للدعاية كما يحدث من بعض الساسة الذين دأبوا على استغفال شعوبهم، ولذا قال: لا والله لا أفعل، ولأواسينكم بنفسي. ثم خرج حيث يعسكر النعمان بن مقر وأخواه الذين ربطا خارج المدينة بعد رد المرتدين عن المدينة، فضمهم إلى جيشه، ثم توجه إلى الربذة، وهناك التقى مع من تجمع فيها من المرتدين فقاتلهم حتى ولوا الأدبار وتفرق شملهم، وأقسم ليقاتلن كل من تجرأ على قتل مسلم منهم إن وصلت إليه جيوشه قبل أن يعود إلى الإسلام، ليكون عبرة لغيره ممن تسول له نفسه الاعتداء على المسلمين. فجاءته بعد ذلك رسل القبائل المحيطة بالربذة مقرة له بما أوجبه الإسلام من صلاة وزكاة وجميع أركان الإسلام وواجباته. فعاد أبو بكر بعدها إلى المدينة، وكان جند أسامة قد أخذوا حظهم من الراحة بعد عودتهم من قتال الروم، وأضيف إليهم المزيد من الراغبين في الجهاد. فعقد رضي الله عنه 11 لواء للقضاء على من تبقى من المرتدين في كل أنحاء الجزيرة العربية بقيادة خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل وشرحبيل بن حسنة والمهاجر بن أبي أمية وعمر بن العاص وخالد بن سعيد بن العاص وحذيفة بن محصن وحرفجة بن هرثمة وطريفة بن حاجل وسويد بن مقر والعلاء بن الحضرمي. ولم يكتفي بذلك، بل بعث إلى أمرائه الذين ثبتت رعيتهم على الإيمان أن يجيشوا ما استطاعوا منهم، فأعد عتاب بن أسيد والي مكة أخاه خالد بن أسيد وسيره إلى المرتدين في تهامة فغلبهم، وبعث عثمان بن أبي العاص والي الطائف ابنه ربيعة إلى شنوءة فقهرهم أيضا، وأرسل إلى جرير ابن عبد الله البجلي أن يسير بمن معه من المؤمنين إلى بجيلة وخثعم فانتصر عليهم. وتلك خطوة غير مسبوقة في التاريخ، أن يقاتل رجل في أكثر من 10 جبهات متفرقة، وما ذلك إلا لثقته رضي الله عنه في نصر الله، وكان يسابق الزمن، وكان حريصا على أن ينقل نور الإسلام إلى خارج الجزيرة العربية قبل وفاته، وكما كان يعلم أن تلك القبائل التي وجه لقتالها كان بينهم الكثير من المسلمين الذين أخفوا إسلامهم بين المرتدين ويتحينون الفرصة للمجاهرة بإسلامهم. ومع حزم أبي بكر الشديد وحرصه على ألا يتسامح مع المرتد قيد أنملة، إلا أنه كان ينصح قادته أن يسيروا على مبدأ وآخر الدواء الكي، بمعنى أنه أمرهم أن يجعلوا القتال آخر وسيلة يلجؤون إليها في مواجهة هؤلاء المرتدين، خاصة وأنهم قد اختلط بهم من أخفي إسلامه أو أجبر على مسايرة زعمائهم.
وتم قتل رؤوس المرتدين وخاصة مسيلمة الكذاب، وعيدت الجزيرة العربية إلى حاضرة الإسلام. ومن خلال أحداث الردة التي ميزت الصفوف وامتحنت الطاقات والقدرات وكشفت عن الطبقة التي كانت تغطي معدن الأمة، ظهرت المعادن الخسيسة على حقيقتها، وأعطيت القيادة للمعادن النفيسة الصلبة المصقولة لتمسك بزمام الأمور في حركة الفتوح القادمة. فحرب المرتدين أبرزت القيادات التي أخذ أبي بكر بتوجيهها للصدام مع أكبر الدول العالم آنذاك، الروم والفرس.